الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الأب بنتك كتير بلا أخلاق. رفعت صوته بوجه وجاوبتني الطفل مني عم صرخ اسمعني الطفل كس أخت حياتي الطفل تركني الطفل روح اضربها لهديك الشرموطة الطفل الله مش رح يسامحك على اللي عملته الطفل ماما روقي طلعي فيي ليكي بعدني منيحة شكلي بلقى بعد ضرب الطفل انت عارفة انه انا معي حق وانت كنت موجودة ليش ما عملت شي لتدافع عني الام ما فيني واجهه لانه رح انزع الصورة المثالية لاخواتك الام بس نوصل على البيت شو ما بيحكي ما بترده تركيفش قلبه يفوتوا من هون ويظهروا من هون الاب انا تجوزت امك لانه هي انسانة رايقة وقدرة تمتص عصبيتي الاب بطلت تفهمي بالحكي اضطريت استعمل معك طريقة تانية لحتى فهمك الاب البيت كله عم يفرط من وراك الاب غضبي من غضب الله كرمال هيك انت انطرشتي الاب سامحيني الطفل اذا بترجع بالوقت لورا بتغيري شي الام لا الطفل ولا شي الام يمكن كنت ما بعدتك تحكي مع بيك من الاساس الام ليش عم ترجعي تفتحي هالموضوع الام فكرتك نسيتي الطفل كيف يعني بدك انسى امي كنت انطرشت الام بس ما انطرشتي الطفل هيدا لان الله بحبني وبحبكن انه ما صار لي شي الام كان لازم تضلك ساكته الام انت مثل بيك الام كتير عم بتبالغي الام انت بتحقدي الام الحياة بدها تكمل الام انسى اللي صار الام سامحي اذا غلط مره واحده بالحياه الطفل اذا انا كنت ام ما بحياتي كنت تصرفت مثلك كنت تركت وفلت من كتير زمان الام انا ما فيي ساعدك الام قد ما تجربي تعملي افلام عن هالموضوع اذا مش انت رح تساعدي حالك مش رح تتخطي لهالموضوع أكتر شي ضايقني إنه حسيت إنه أنا بقلب عائلتي بقلب بيتي ما حدا حيوقف حد لأنه حيوقف حد بالأشياء يمكن إنه يمكن لكل عائلة بتوقف حد ولادها كرماله بس الأشياء اللي هيك هالقد يمكن تكون دسمة أنا ما حدا وقف حد وخلصت خلصت خلص أنا بدي أحكيها هلأ أنا ما بدي بقى يتنين حكا هونيكي أملوك يعني هالقعدة ما إلها عازي ماما وقلتلك مبارح أول تمبارح قلتلك بنحكي بين بعضنا مش ضروري تحسسي أبوك إنك أنت عم تعمله جدرش من ماما مش اسلوب هيدا هلا منو اسلوب ماما ابدا 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 هينا هلا جانا تعالنا مشكل تاني حليها تنحل كرمال شو ماما
اخر مقطع واخر مقطع، نحن قلنا اخر مقطع حيكون اخر مقطع انه بطريقة ما ماما، نزعتي كل شيء. يعني هلا اذا منجيب هيدي الكبايه ومنطفش على القرن اوكي ما بقى بتتصلح هيدا الشيء. هيدا الشيء هلا هيك اذا بتشوفوها لهيدي الكبايه اذا انكسرت ما بقى بتتصلح، فهي هيك انكسرت الصوره تاعيتكم. فمن وقت هيدا النهار كل شي تغير. انا بيهمني بس اكثر شيء انه يكون في صوره بالنص ثابت. هذا ناخذها على الاخر بالنص. فيكم تفوتوا انت ما بدكم؟ ايه طيب يلا فايتين اكثر من هيك كانه متوترين شوي. لا لا والله بالعكس طبيعتنا عادي. اكيد هو بيعمل انا بعمل. انتوا شو رايكم هذا الفيلم عن شو ما هو يكون؟ ملخص حياتنا. انا بالصوت والله مزبوط هيك. طلعيني انا بابا. ايه بس ايش رايكم؟ بس ايش بابا ما طلعش ثاني. اوكي طاليا طاليا هون. تعبيرك عن حب أهلاتك. خايفين من الأسرار. ايه اللي ما عم تحكيها أبدا. لا الأسرار اللي بتعرفيها عم تعبري عنها بالفيلم هذا خايفين.